الأمن السيبراني بشكل عام أو التطرق إلى موضوع الأمن السيبراني أصبح الآن هاجس في لدى الكثير من الناس، ولكن أساساً الانتقال إلى التحول الرقمي أوجد هذه التحدي الموجود. يعني إحنا في السابق كنا نأمن على بياناتنا أو على مثلاً المحتويات الموجودة عندنا في مباني في أماكن آمنة، وأيضاً الدولة مشكورة تقوم بحماية المدن والمنشآت والمناطق، ولكن الآن إحنا دخلنا إلى مرحلة جديدة. أنت الآن تضع بياناتك في الحوسبة السحابية اللي هي موجودة الله أعلم في وين، في أي مكان. أنت تظن الآن أن أنت تستخدم جهازك هذا وتصور وتحط البيانات في جهازك، ولكن هاي البيانات راح تنتقل إلى الكلاود، وانتقال البيانات هذه يفتح الباب إلى كثير من الجهات أنها تحصل عليها وتستفيد منها. لذلك أحد أهم أساليب الحماية هي فهم نوعية المحتوى. هل المحتوى يحتاج أن يكون مؤمن أم هو محتوى عادي مثل ما نقول classified and unclassified؟ فأنا لما يكون عندي محتوى يحتاج أن يكون في مجال خلينا نقول عالي السرية ويجب الحفاظ عليه، لذلك يجب أن يكون هناك أشخاص من ضمن المؤسسة متخصصين ذوي احترافية يستطيعون أن يؤمنوا هذه البيانات. مثل ما ذكرت من شوي، إذا أنت كنت عندك مستندات هامة جدا تبي تأمنها، نصيحة اطبعها على ورق واحفظها في درج لأن وبالأصح بعد مش تعال تطبعها من الكمبيوتر، اكتبها بخط يدك لأن هذه أفضل طريقة لأمن. ولكن إذا إحنا نتكلم عن الأمن السيبراني، فهناك الكثير من الأدوات والمؤسسات المحترفة التي تستطيع تقديم شبكات آمنة. ولكن حينما تؤمن بياناتك تحتاج إلى مراجعتها، التدقيق. فهناك أيضا جهات أخرى تدقق على هل بياناتك مؤمنة بما فيه الكفاية أم لا. وغير ذلك التدقيق نحتاج إلى أيضا تشريعات. الدول يجب أن يكون فيها تشريعات تؤمن المحتوى، ويجب أن يكون هناك أيضا قوانين رادعة لمن تسول نفسه أنه يتعدى على بيانات الآخرين، كونها يعني مثلها مثل أي مستندات عادية يسرقها، هذه تعتبر سرقة وتعدي على بيانات، وقد يستفيد منها في بالذات احنا نتكلم عن احنا تطور صناعي كبير، قد يكون اللي هو الاندستريال اسبناج اللي هو التجسس الصناعي، فهذه أيضا يحتاج أن يؤمن. الجزء الأخير وهو الجزء اللي أنا أحسه هو الأهم من ذلك هو التأمين على البيانات. يعني مثل ما يكون عندنا نؤمن أو يكون في تأمين ضد الحرائق وضد المشاكل اللي قد تحدث في ناحية مثلا الكهرباء، مثلا الماس الكهربائي أو الحرائق أو غيره، احنا نحتاج أيضا أن يكون في تأمين ضد فقد البيانات، لأن إذا كان هناك فقد للبيانات فسيكون هناك أيضا توقف عن العمل لفترة طويلة في المؤسسات هذه، مما قد يسبب لها خسائر كبيرة. ولذلك تأمين البيانات، أيضا تأمين نسخ إضافية من البيانات في مواقع أخرى قد يحميك من هذه المشاكل.